مرينا بمراحل عدة، فقدنا هواي اعزاز العراق بلدنا العزيز الغالي، بس ما صارت عندنا فاجعة، ما مرت علينا فاجعة وكارثة مثل كارثة الكرادة. منطقتنا منطقة الكرادة اللي أخفت هواية شباب وهواية عزاء وهواية أطفال وهواية شيوخ وهواية نساء، قتلى لا يعدون ولا يحصون، لهدى 500 شهيد و200 جريح، ولحد الآن ولها اللحظة الناس قاعد يدورون على باقي الناس المفقودين. فهذا الشيء احنا شيء بسيط دا نقدمه لهم ودا نسوي لهم، نقيم لهم مع مراسيم تعازي هنا ونترحم لهم وقلوبنا ويا اهاليهم، ونسأل الله عز وجل انه شافي بقية الجرحى والمصابين اللي راقدين بالمستشفيات ووضعيتهم تعبانة جدا، ووضعية العراق تعبانة جدا، لا توجد مستشفيات بها حظ ولا دكاترة يعني يوفرون الخدمات اللي يحتاجها المريض، بس عندهم رحمة الله والناس الشرفاء الباقين بالعراق الطيبين. نسأل الله عز وجل أن يشوف حالهم وينظر بحالهم، وإن شاء الله الشفاء العاجل لبقية الجرحى، وبالنسبة لبقية الناس اللي أهاليهم تعبانة وضعيتهم، لأن أعرف هواية عوائل فقدوا أكثر من شخصين أو ثلاثة، وكنا أربعة وكنا سبع أشخاص فقدوا، فذولا الله يكون بعونهم، ونسأل الله عز وجل أنه تكون هاي آخر المآسي، لأن العراق يعني تعب والناس اللي بيتعبوا. ونسألكم الله عز وجل أنه دعاء منكم له، ونسأل الجميع ثواب سورة الفاتحة لجميع الشهداء شهداء العراق الأبرار. الفاتحة. شكرا لجميع الناس اللي شاركوا وجوي بهذا العزاء، وشكرا إلى الأخ بكر الغراني وسيد صاحب مساعدتنا لاحتواء مراسيم التعازي. شكرا للجميع.